باك باك هوب هوب. ماذا تفعل يا جدي؟ هوب 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 هوب. أليس اليوم هو الخميس؟ هوب هوب هوب. وهل أنت صائم أم لا؟ هوب 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 هوب. إن جدي يفعل كل شيء بإتقان وكأنها يدخل مسابقة رياضية. ماذا تقول أيها الرياضي الفاشل؟ أنا؟ إنه يقول كأنك سوف تدخل مسابقة رياضية. وماذا في ذلك؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأنا أتريض، فلماذا لا أدخل الرياضة؟ أما عن أسئلة سعيد، ماذا تفعل يا جدي؟ أتريض. أليس اليوم الخميس؟ نعم. هل أنت صائم أم لا؟ نعم صائم. وماذا في ذلك أيها الولد؟ إنه يعتقد أن الرياضة البدنية تمثل مجهودا بدنيا عاليا لا يقدر عليه الصائمون. نعم يا جدي، فأنا رياضي كما تعرف، والرياضة تحتاج إلى مجهود بدني كبير لا يقدر عليه الصائمون. خطأ. الجسد وما تعوده يا بني، والصوم رياضة روحية، وكلما ارتقيت بالنفس يرتقي الجسد معه. أصبت يا جدي، فلقد سمعت من خالي توفيق أن الصوم رياضة روحية، ولكني لم أكن أفهم ذلك. الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يقول لي أصبت عندما أصيب، ومن يقول لي أخطأت عندما أخطأ. وهل تقبل أن يقول لك أحد أخطأت يا جدي؟ وأين أنا يا بني؟ من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما علاقة سيدنا عمر بهذا الموضوع؟ ردته ذات مرة امرأة وهو يخطب عن الغلاء في المهور، فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة رضي الله عنه. دائما جدي يجد من القرآن والسنة ما يرد به علينا ردا مقنعا. هيا إلى الداخل. هوب 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 هوب. استيقظ أبي؟ وهل تعتقد أنه ينام حتى هذا الوقت؟ الساعة الآن تقترب من الثامنة. ولماذا لا أسمع صوته؟ هو خارج المنزل يتريض. إيه؟ إنه اليوم صائم. لو سمعك عمي تقول ذلك لنهال عليك ضربا. إنه يعتبر الصيام دعوة للنشاط وليس دعوة للخمول. إن أبي حمدية يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويعمل لآخرتي كأنه يموت غدا. إن عمي نموذج في كل شيء، فهو عفو اللسان، طاهر القلب، باسم الوجه، لا يرى غضاضة إذا أخطأ أن يقول أخطأت، وإذا أصاب غيره أن يقول له أصبت. قراء للقرآن، محافظ على الصلوات، لا يترك فرضا ولا نافلة إلا أداها. أعطاه الله الصحة وعفى عنه. ولنا جميعا يا أم محمود. الله آمين. سوف لا أتركك تنام متأخرا كذا يا أم سعيد. أحضر العصا لأوكل بها زوجك حتى يشاركني تمرينات الصباح الرياضية. سأفعل كل ما تأمرني به دون العصا، فالعصا لمن عصا يا أبي. ولن أترككم لأذهب إلى المتاجر. كل منا يجب أن يذهب إلى حال سبيله أو إلى ما يريد. أنا شخصيا سوف أذهب إلى الحمام ومن بعد الأولاد، وأنت أم سعيد ذهبي إلى شؤون المنزل. هيا هيا هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أولاد يا أولاد، بإذن الله نجتمع في حجراتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. يا رب ارزق النور واجعلني من أهل النور، ورقني في محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ادخل يا بني. ماذا تريدان؟ كأنك تقرأ أفكارنا يا جد. وجهكما ينبئ عما في نفسكما. الآن أنا تحت أمركما. كيف يا جدي؟ ها نحن قبل أن نبدأ خرجنا على النظام. النظام يا أولادي وخفض الصوت وآداب الحديث، هذه مبادئ عرفها الإسلام أيام أن كانت الدنيا غارقة في الجهل. النظام النظام. آسف يا جدي. أعتذر يا جدي. والآن ليبدأ أكبركما. رأيناك تصلي يا جدي رغم أن صلاة الظهر لم تحن بعد، فماذا كنت تصلي؟ جميل جدا هذا السؤال، فلقد كنت أصلي صلاة الضحى. إننا لم نصليها أبدا، إن أبي وأمي لم يأمراني بها. هي ليست فرضا يا بني، ولكنها صلاة تطوع، ومن شاء أن يؤديها فليفعل، ومن لم يشأ فلا إثم عليه، فلا تنزعج هكذا. ولو كانت فرضا لأمرك أبوك وأمك بأدائها. من هم الذين كتب عليهم الصيام من قبلنا؟ سؤال ممتاز كذلك. إن الصيام يا بني قديم قدم الإنسان، ولقد عرفته الشرائع السماوية قديمها وحديثها، ولكنه لم يكن بالطريقة التي هو عليها الآن. والصيام في جوهره تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وانصياع لإرادته. وصدق الله إذ يقول: كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلنا من الأمم التي سبقتنا والتي كانت قبل الإسلام. ما معنى أياما معدودات؟ معناها أيام محددة معدودة تبدأ بظهور هلال شهر رمضان، أي بمولد الهلال، وتنتهي بمولد هلال شهر شوال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى فمن تطوع خيرا فهو خير له؟ هذه يا بني قاعدة إسلامية، معناها أن من وجد في نفسه القدرة على زيارة العبادة فليفعل. فالصوم عبادة، والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، فمن وجد في نفسه القدرة على الزيادة فليفعل، فإنه سوف يلقى من ربه نعم الجزاء. الآن عرفت يا جدي لماذا تصوم كثيرا في غير شهر رمضان. إذن فأنت متطوع. نعم يا بني، وصلاة الضحى تطوع. ها أنتما قد عرفتما معنى التطوع. أسأل الله أن يعطيكما القدرة على فعل كل الخير دائما. والآن أرجو أن تتركاني لقراءتي. شكرا يا جد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أبا حامد، كيف حالك؟ الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. إني أراك شاحبا بعض الشيء، ماذا بك يا رجل؟ تفضل. شكرا يا أخي. إنني أشكو من يومين من آلام في المعدة وسوء في الهضم. أهذا كل شيء؟ نعم، أليس هذا بالشيء المهم؟ معك حق، فالمعدة بيت الداء. هل تعرف طبيبا أذهب إليه؟ بل أعرف الدواء لهذا المرض. أسرع أسرع وقل لي عنه. صوم يا أخي، فالصوم شفاء لكثير من الأمراض. من حديثك أعرف أن والدك قد حضر عندكم. وكيف عرفت؟ هذا لا يحتاج لقدر كبير من الذكاء، فأنت لا تتحدث في أمور الدين كثيرا إلا إذا نشط لك والدك ذاكرتك. هذا صحيح يا أبا حامد، فأبي يفتح عيني على أشياء كثيرة تغيب عني بسبب مشاغل الحياة، ومنها الصوم. فأنا بسبب الإرهاق في العمل لا أصوم إلا الفريضة فقط. ليس بسبب العمل فقط، ولكن بسبب بعض العادات السيئة التي نتعود عليها ويجب أن نقلع عنها. فأنت مدخن ولا تستطيع أن تصوم بسبب هذه العادة السيئة. نعم، ولقد عزمت بمشيئة الله أن أقلع عن هذه العادة حتى أقتدي بأبي، فأبي والحق يقال كثير الصوم. وأنا سوف أصوم بإذن الله اعتبارا من الغد، طلبا للشفاء وكفارة ليمين كنت أقسمتها، وأنت الذي ذكرتني بذلك الآن. الحمد لله أنني ذكرتك بأمر ما كان يجب أن تنساه. شكر الله لك، فالمؤمن مرآة أخيه. ولكن عدني بأنك سوف تقلع عن التدخين. سأفعل إن شاء الله، أدعو الله أن يساعدني. سأفعل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غريبة يا شيماء، نحن ما زلنا في الصباح فالظهر لم يحن بعد. نعم يا أمي، كم يتبقى على المغرب؟ فهمت. هل تناولت اليوم طعام إفطارك؟ إفطاري؟ طعام إفطاري؟ شيماء، لقد تعودنا ألا نكذب أبدا، وأنا أسألك فأجيبي. لا يا أمي. ولماذا؟ أنا صائمة يا أمي مثل جدي، فهو يصوم كل يوم اثنين وخميس. إن جدك دائما يأتي إلينا ليغرس فيكم أنت وإخواتك كل شيء جميل، وها أنت يا صغيرتي رغم عدم قدرتك على الصوم تقلدينه في صومي. قومي يا ابنتي وتناولي طعام إفطارك، فأنت ما زلت صغيرة على صوم التطوع، وما دام صوم الفرد غير واجب عليك فكذلك صوم التطوع. هيا يا ابنتي، وإن أردت تقليد جدك فإن لديه من الخصال الطيبة الكثير، فخذي منها ما يتناسب مع قدراتك وافعلي. مثل ماذا؟ مثل الصلاة وتلاوة القرآن ومساعدة الفقراء والمساكين وحب العمل. قومي معي إلى المطبخ
وأريني كيف تتقنين عملك كما يفعل جدك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنها. كلامك جميل يا أمان، هيا بنا لأتناول إفطاري وأساعدك في شؤون المطبخ. هيا بنا يا ابنتي. أهلا وسهلا يا خالة. السلام عليكم أيها الشقيقان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا خالة. اشتقنا إليك كثيرا يا خالي، لماذا تأخرت في زيارتنا هذه المرة؟ أولا أشكركما على هذا الشعور الجميل، أما لماذا تأخرت فلقد كان لدي عمل كثير هذا الأسبوع ولهذا لم أستطع الحضور لزيارتكم. ورؤية أبويكما كيف حال أختي؟ وأين شيماء؟ إنها مع أمي تساعدها في أعمال البيت. أعرف أن أختي ربة بيت ماهرة وهي تريد أن تكون شيماء كذلك، ولكنها ما زالت صغيرة يا خالي وأمي تقسو عليها في أعمال البيت. اسمع يا بني، لا يوجد في الدنيا من يحب الابن مثل أمه وأبيه، وقد يقسوان عليه أحيانا ولكن لمصلحتي. إنها القسوة على من ترحم، وأختي تعلم أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. هذا صحيح يا خالي، فأنا أعرف أولادا أصغر منا بكثير يحفظون القرآن فهما وترتيلا. إذن فأمكما لا تقسو على شيماء بل تعلمها، وعلى قدر المشقة يكون الجزاء. لقد كانت جدتكما تأخذ أختي إلى المطبخ لتعلمها وهي أصغر بكثير من شيماء، وها أنتم تريان أنه ما من أحد يستطيع أن يطهو مثل طعامها في حلاوته وإتقانه. كفى يا خالي، لا تتحدث عن الطعام فإني جائع. أكول أنت يا بني، لماذا لا تخفف عن نفسك حب الطعام؟ وهل يوجد من يستطيع أن يقاوم طعام أختك يا خالي؟ إني أشم رائحة الطعام. لكنني لن أشاركك لذة شم الطعام. ولماذا يا خالي؟ لأنني اليوم صائم. وهل أنت عجوز مثل جدي حتى تصوم وشهر رمضان باق عليه شهور؟ ألا تعرف إنه صوم السنة؟ توفيق، أهلا وسهلا. أهلا يا حمدية. أهلا بك يا شيماء. أهلا أهلا شيماء. كيف حالك يا أخي؟ ولماذا كل هذا الغياب؟ إن الأسرة جميعا ترسل إليكم تحياتها. وكيف حال جدتي؟ هي بخير، وقد حملتني إليك سلاما خاصا، وهي تسأل عن آخر أخبار تقدمك في دروس الطهي. 10/10. واسأل أمي حبيبتي، إنها ذكية في كل شيء، ولقد أعدت لنا اليوم طبقا للغداء سوف يعجبك. إني اليوم والحمد لله صائم. إذن تفطر معنا. انظر يا جدي إلى هذه الوردة، لقد زرعتها بنفسي ورعيتها حتى كبرت. بسم الله ما شاء الله يا ولدي، بسم الله ما شاء الله، سبحان الخلاق. وما هو شعورك الآن؟ أنا سعيد جدا يا جدي، فهو مجهودي قد أثمر. وهو نفس شعور الجد يا ولدي حينما يرى أحفاده وهم يكبرون. وتزداد هذه الثقة عندما يراهم وهم متمسكون بأهداف دينهم، بارون بمجتمعهم، سائرون على الطريقة المحمدية النورانية. الحمد لله يا جدي، فأنا وأخي وأختي طوى أمري وأمري أبواي، ولولا أمي لكنت صائما اليوم. أطال الله عمرك يا حفيدي، وبإذن الله ستصوم كما تحب، ويكفي منك أن كان في نيتك الصوم. الحمد لله يا جدي، لقد صمت من قبل وذقت حلاوة الصوم. والآن يا سعيد، هل تعرف أن الصوم دعوة للتأمل؟ يتأمل فيها الإنسان نفسه، هل أحسنت فيشكر الله أم أساءت فيلومها، ويسأل نفسه هل أرضى ربه؟ هل أرضى والديه؟ هل أرضى جاره؟ هل أرضى مجتمعه؟ هل أرضى الناس جميعا؟ إن الإسلام يا ولدي رسم الطريق لما هو واجب وما هو جائز
وما هو ممنوع. يا حمدية، يا أم محمود، شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتك. سلامك الله. أين شيماء؟ هي قادمة، ولكن لماذا لم تسأل عن سعيد ومحمود؟ لأني أعرف أنهما مع جدهما يستزيدان منه علما ومعرفة. هل تريد تناول الطعام يا أبي؟ لا يا شيماء، فلقد تناولت وجبة خفيفة بالخارج، أما وجباتي الرئيسية فسوف أتناولها بعد أذان المغرب إن شاء الله مع جدك وخالك. ونحن أيضا، أليس كذلك يا أبي؟ بلى، وأنتم أيضا تناولوا وجبة خفيفة الآن. تفضلوا يا أحفاد الأعزاء، كيف حالكم اليوم؟ بخير يا جدي، ما دمت أنت بخير. رقيقة أنت يا شيماء، تذكرينني في عطفك بأمي رحمها الله. أما زلت تذكرها يا جدي؟ إن الأم يا بني لا تنسى، والأيام مهما مرت على الإنسان فإن أيام السعادة في حياته يظل يذكرها حتى نهاية العمر. كانت أمي مثالا للأم الحنون، تعرف كيف تربي أولادها على طاعة الله ورسوله. غرست فينا القيم والمبادئ، علمتني أن حب الناس كنز لا يفنى، علمتني أن السعادة في الرضا بما قسم الله، قيم في قيم، هي كل ما أذكره مما كانت أمي تعلمنا إياه. أعتقد أنك كنت ابنا برا يا جدي. نعم يا بني، لقد نفذت وصية الله ورسوله في والدي، ووصينا الإنسان بوالدي. والرسول أيضا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الصحابة عمن هو أحق بحسن الصحبة، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إذن فقد كان سيدنا يوسف عليه السلام بارا بوالديه، ومن أجل ذلك أحباه. هذا ذكاء منك يا محمود أن تعيدنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. وأقول نعم يا بني، كان سيدنا يوسف برا حتى عندما كان أمينا على خزائن الأرض. كان برا بأمه وأبيه، وكان برا بإخوته الذين أساءوا إليه. وماذا عن حلم الملك الذي أوصل سيدنا يوسف عليه السلام إلى أن يكون أمينا على خزائن مصر؟ ذات ليلة استدعي سيدنا يوسف من السجن عندما تذكره ساقي الملك، فلقد رأى الملك رؤيا وطلب ممن حوله تفسيرا لها. قال ساقي الملك للملك أنا أعرف من يؤول لك هذه الرؤيا، وذهب إلى سيدنا يوسف في السجن يسأله عن حلم الملك. قال رأى الملك رؤيا عجيبة. وهل فسر سيدنا يوسف الرؤيا؟ لقد أجبت على ذلك يا شيماء، نعم فسرها دون أن يشترط شيئا. قال سيدنا يوسف عليه السلام تزرعون 7 سنين واتركوا ما حصدتم في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي القحط فتأكلون ما خزنتم إلا قليلا، ويستمر القحط 7 سنين، وبعد ذلك يأتي الفرج ويخصب الناس، أي تخصب الأرض وتزول سنوات القحط. وهل حدث ذلك يا جدي؟ نعم يا بني، فعندما سمع الملك هذا التأويل
استدعى سيدنا يوسف عليه السلام إليه وقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي يكون مستشارا لي وقريبا مني. وذهبوا إلى سيدنا يوسف في السجن وقالوا له: الملك يريدك. وهنا نقف لحظة، لأن سيدنا يوسف لم ينس أنه سجن لسنوات عن فعل لم يرتكب. سيدنا يوسف عليه السلام لم يكن يهتم بسنوات السجن قدر اهتمامه بإظهار براءته إنه يوسف النبي، يوسف الذكي، يوسف الطاهر. هل يخرج من السجن ويظل في أذهان الناس مخطئا، أم يصبر على السجن إلى أن تظهر براءته؟ لا، بل يظل إلى أن تظهر براءته. هذا هو ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام، تمسك بإعادة التحقيق في القضية، واستجاب الملك وظهرت براءة سيدنا يوسف، وعرف الملك وعرف الناس جميعا أنه يوسف الصديق البريء من كل خطية. وخرج سيدنا يوسف من السجن وأكرمه الملك، وكان قد أعد له مفاجأة. ما هي؟ أراك يا جدي وكأنك سوف تتوقف عند هذه النقطة. ألم أقل لك إنك تذكرينني بأمي في ذكائك أيضا؟ تصبحون على خير. وأنت يا جدي العزيز، شكرا.